السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد معاكم أشرف عبد العزيز. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مقارنة بين الـ M51 والـ M62، والمميز في سلسلة الـ M إن سامسونج بتهتم بالبطارية وكمان حجم الشاشة وأداء الجهاز. إيه أهم الاختلافات وهل الفرق كبير؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو، فتابعوني النهاية. اهلا بكم مره تانية، وخلينا نبدا بالاسعار. بالنسبه للام 51 سعره بيبتدي من $330 وحوالي 5500 جنيه مصري، والام 62 سعره بيبتدي من $360 وحوالي 6000 جنيه مصري. اما عن الشكل الخارجي والخامات، تقريبا نفس الشكل، وخامات الظهر بتكون من البلاستيك، لكن المختلف ان الام 51 بيكون لون الظهر ساده وملمسه ناعم، اما الام 62 الظهر بيكون فيه خطوط بطول الجهاز، والكاميرا الخلفيه بتكون في اطار مربع والفلاش بيكون تحت الاطار. وزن الام 62 حوالي 218 جرام، لكن الام 51 الكاميرا بتكون داخل الاطار 3 كاميرات تحت بعض بالاضافه للكاميرا الرابعه مع الفلاش، ووزن الجهاز 213 جرام تقريبا. اما الشاشه ما فيش اختلاف، الفئتين بيجوا بشاشه حجم 6.7 انش من نوع سوبر اموليد بلس، دقه اتش دي بلس، جوده 2400 في 1080 بكثافه 393 بكسل لكل انش، والفئتين بيدعموا ابعاد العرض 20.9. اما بالنسبه للكاميرا الخلفيه كمان مفيش اختلاف، الفئتين بيجوا باربع كاميرات، الاولى بدقه 64 ميجا بكسل، والثانيه بدقه 12 ميجا بكسل، والثالثه والرابعه بدقه 5 ميجا بكسل، والفئتين بيدعموا تصوير الفيديو بجوده 4K وفول اتش دي ب 30 اطار في الثانيه. والكاميرا الاماميه مفيش فيها اختلاف، الفئتين بيجوا بكاميرا واحده بدقه 32 ميجا بكسل وتدعم خاصيه اتش دي ار. اما عن المعالج، في اختلاف في الفئتين. بالنسبه للام 51 مدعوم بمعالج سناب دراجون 730 جي ثماني النواه بتكنولوجيا 8 نانومتر ومعالج رسومي ادرينو 618، لكن الام 62 مدعوم بمعالج اكساينوس ثماني النواه بتكنولوجيا 7 نانومتر ومعالج رسومي مالي جي 76، والام 62 هيكون افضل في مساله المعالج. اما عن نظام تشغيل الفئتين مختلفين، بالنسبه للام 51 بيجي بنظام تشغيل اندرويد 10، لكن الام 62 بيجي بنظام تشغيل اندرويد 11، وده اخر تحديث لاجهزه سامسونج. اما بالنسبه للبطاريه مفيش اختلاف، الفئتين بيجوا ببطاريه من نوع ليثيوم بو بقوه 7000 ملي امبير، وتدعم الشحن السريع بقوه 25 واط، والشحن بيكون عن طريق مدخل يو اس بي سي. اما عن مساحه التخزين في اختلاف، بالنسبه للام 51 بيجي بمساحه تخزين 128 جيجا فقط ورامات 6.8 جيجا، لكن الام 62 بيجي بمساحتين تخزين 128 و256 جيجا ورامات 8 جيجا، والفئتين بيدعموا اضافه مساحه خارجيه. اما بالنسبه لخصائص الامان، الفئتين بيدعموا بصمه الوجه والايد وبتكون مدمجه مع زرار الباور. اما عن البلوتوث، الفئتين بيدعموا بلوتوث باصدار 5.0 مع دعم شبكات الفور جي. اما الالوان، الام 51 متوفر بالالوان الابيض والاسود والازرق، والام 62 متوفر بالالوان الاخضر والازرق والرمادي. ودي كانت اهم الاختلافات، والفئتين بالنسبه لي ممتازين. اتمنى الفيديو يساعدكم في الاختيار. لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعمنا لايك او ديسلايك، وقول لنا ليه في التعليقات. مستني اراكم وتعليقاتكم على الفيديو. اشوفكم على الف خير، سلام.